غاب التفاؤل ورسخ الواقع، حركة اقتصادية ضعيفة أو شبه معدومة مع موسم الانتخابات تعيشها القطاعات الاقتصادية كافة، والتي اعتادت على النشاط والعمل في مثل هذا الموسم. ضريبة ذلك كله تفاقم في المسؤوليات على أصحاب المحلات وارتفاع الخسائر أو الجنوح إلى الإغلاق في لحظة ما. وهسه بالانتخابات كمان يعني تضررنا كمان، فيش مبيعات، فيش إقبال عليها يعني الكناف إنه تطلع طلبيات. كان في المواسم تبع الانتخابات نطلع بشكل يومي، يعني قبل الانتخابات بعشرة أيام بشكل يومي نطلع كميات كبيرة. هسه ما فيش، موقف كل شيء فيها، يعني كل شيء واقف. هسه مطالبين بالأجارات المحلات، طبعا فيش لا تنزيل الأجارات، عمال مطالبين تعلم رواتب، يعني في ضرر كبير عليها. الحراك الانتخابي الخجول بمجمله هذه الأيام لم يعد مصدراً للتعويل على وجود أي انفراج جراء منع التجمعات لأكثر من 20 شخصاً، حالة يعرفها جيداً أصحاب محال لا يسمح لهم بالعمل إلى الآن كأصحاب محال الأفراح والمناسبات متكبدين خسائر فادحة. إحنا كنا نستنى وكل جينا الصيف بنشتغل، موسم الانتخابات مستناه كل 4 سنوات بشغف. ليش؟ لأنه إحنا بنبني فيه خيم، بنبني فيه، بنودي كراسي، بنقدم خدمات للناس اللي عن انتخابات. هذا إشي بيفيدنا. الآن إحنا صفر ولا حياة لمن تنادي، ناشدنا جميع الوسائل. في مقابل ذلك كله تستمر غالبية القطاعات في الشكوى من الواقع الراهن مطالبين بوجود الحلول. تأثرنا والله بشكل كبير بأجور، يعني كأجور العمل، أجور العمال، أجور المحل، فكله تراكم. وكان في إعفاءات يعني من بعض من المؤجر، لكن مش الإعفاءات اللي بتغطي هذا، فحتى كرخص محل كهذا كل التزامات تراكمت علينا. استمرار أزمة كورونا بما فيها من انعطافات وعقبات تحتم بحسب خبراء على ضرورة وجود الحلول لكل القطاعات، وهي تصارع من أجل البقاء. حجم الضرر الاقتصادي لا يزال واضحا وراسخا بحسب العاملين في القطاعات، مرحلة يتطلعون من خلالها إلى إعادة قراءة للمشهد الاقتصادي واختيار الأفضل سواء على صعيد الخطط أو البرامج المقبلة. عبيدة ضمور، المملكة، عمان.